يا طلعت بعد اذنك، اول صوره كابتن محمود الخطيب. كابتن الخطيب اسطوره طبعا كرويه وافريقيه وكلنا بنحبه. مبروك البطوله وان شاء الله اللي جاي احسن. خلي بالك، هو حصل على البطوله التاسعه وهو عنده 9 بطولات افريقيه. هو الوحيد اللي احرز 9 بطولات. بنقول له التاسعه بيبو. التاسعه هو بيبو. كانوا المفروض الجمهور يقول له. ايوه طبعا. طيب الصورة الثانية بيتسو موسيماني، كوتش بيتسو موسيماني. اختيار موفق من مجلس الإدارة، مدرب واعي ذكي، وجاب البطولة في فترة قصيرة قوي مع امتداد فايلر، لكن هو نجح وقال إن أنا هنجح وهجيب البطولة للنادي الأهلي، بنقول له شكرا. تمام. الصورة الثالثة معانا مجدي قفشة. قفشة نجم الموسم. من هو في إنبي كان معايا في الرجاء. لعبته معايا فترة وراح إنبي وبعد كده بيراميدز، ومن بيراميدز للنادي الاهلي. صفقه ناجحه جدا. صحيح. قفشه نجم الموسم. تمام. الصوره اللي بعدها عمرو السوليه. السوليه اداء تطور جدا. فرق بين السوليه اسماعيلي والسوليه النادي الاهلي، مع احترامنا للنادي الاسماعيلي طبعا، نادي كبير وكوره برازيليه وكل حاجه، لكن بتطور ادائك لافريقيا والدوري، فبقول له ادائك اتطور وانت لعيب هاي. تمام. الصوره اللي بعدها ايمن اشرف. ايمن اشرف ماشي كويس قوي سواء مع الاهلي او مع المنتخب. بيشتغل على نفسه كويس وعنده روح وعمل ماتشات كويسه مع النادي الاهلي، وكان اشتغل ماتش الوداد كويس واشتغل ماتش الزمالك كويس قوي امبارح. طيب الصوره اللي بعدها معلول. معلول عمله نادره. ندي كل واحد حق. تمام. الصوره اللي بعدها ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم مساك هادي، لكن امبارح كان شرس جدا. عايزك تبقى كده على طول. تمام. لان انت لو لقيت مساك هادي سعرك هيقل ومش هتلعب في المنتخب، لازم تكون شرس. والاهلي بالذات كمان كده. طبعا. تمام. لازم يكون عندك الصوره اللي بعدها. طيب ده اشكباله كابتن، يعني فكره ما بعد اللقاء في بعض الاهلاويه، يعني بغض النظر يعني تنمروا على اشكباله، واحنا يعني احنا بنتكلم فكره حب فريقك وشجعه، لكن ابتعد عن التنمر على الجانب الاخر. لا، انا ضد التنمر وضد اي اساءه. سواء لعيب من نادي الزمالك او لعيب من نادي الاهلي. شيكابالا نجم كبير. مفيش تحيز هنا بقى ان انا اهلاوي اطلع انا كراجل نجم قديم اشتم شيكابالا ولعنه. لا، انا يا جماعه الراجل ده نجم كبير، جاب هدف عالمي امبارح. بس كنت اسالك على هذا. هدف عالمي ما يتكررش من لعيب كبير. رقص علي معلول ورقص اجاي ورقص سوليه. مش دول فرقتي اللي انا بموت فيها وبحبها. لكن الراجل ده لما بتيجي في سيرته او اي لعيب قدام النادي الاهلي، لا، جاب جون حلو قوي. صحيح. وجاب جون يتدرس. صح. شيكابالا نجم كبير. هقول لك على حاجه بالصدفه. انا في البريك كان حد زميلي متصور مع شيكابالا. فبيصور مع شيكابالا. يا جماعه ده شخصيه محترمه ولاعيب كبير. قلت له شخصيه محترمه ولاعيب كبير وجاب هدف رائع. تمام. صح. ده امبارح. ده رد شيكابالا. انا بحبه الحقيقه. طيب. ونجم كبير. جميله كابتن كامونج. الصوره اللي بعدها محمد هاني. محمد هاني ماشي كويس، بس انا بحبه قوي، عايزه يطور نفسه اكتر من كده وينشف اكتر من كده ويزود الكورسات شويه. طيب اخيرا مروان محسن يا كابتن. مروان محسن عامل موسم كويس مع النادي الاهلي، لكن جماهير النادي الاهلي طالبه منه اكتر من كده، وانا كمان طالب اكتر من كده، لان الفرو ده مروان اللي ما بيجيبش جوان كتير سعره بيقل، وانت هداف، لكن عايزك تبقى في في في, في الصندوق اكتر من تمام. طيب اخيرا كابتن كامونا، عايز اجابه سريعه عشان وقتي. نادي الزمالك استغنى عن اللاعبين ولا يكمل بنفس القوام؟ ما لان ما بعد خساره البطوله الامور بتختلف بالنسبه للإدارة. انا ضد اي تغيير بعد خساره مباراه. احنا شفنا هندي مثل اوروبي لليفربول، برشلونه، ريال مدريد، بيكملوا حتى لو صغير ولا الكلام ده. لكن باتشيكو مدرب كويس، لعيبه على اعلى مستوى، فرحوا جماهيرهم السنه دي، جابوا بطولات كتير. وارد ان انت تخسر بطوله، بطوله افريقيا، ما انت بتلعب النادي الاهلي برضه فريق قوي جدا. صحيح. ما بتلعبش فرقه صغيره. صحيح. وانتوا كنتوا كويسين امبارح، نادي الزمالك كان كويس. لكن انا يعني بلغه الكوره يعني مش عايز استسلم. ونادي الزمالك يكمل عشان خاطر انت فريق كويس. وعندك صفقات كويسه. نفس الشيء لو انت زي ما بيقولوا رميت الفوطه، يبقى خلص الموضوع كده، خلص. ما ينفعش. والنادي الزمالك نادي كبير. بشكرك يا كابتن سمير.